السلام عليكم. كشف شاب جزائري ذكي عن أمر خطير سيحدث في الأيام القليلة القادمة في الجزائر، وعلى الجميع مشاهدة الفيديو قبل فوات الأوان. تابع الفيديو للأخير. السلام عليكم خوتي، بارطاجوا لي هذا الفيديو، الله يرضي عليكم، بارطاجيه لو ماكسيموم اللي يوصل لكل جزائري وكل جزائريه. الشعب الجزائري كاع اللي قلا يتفرج هذا الفيديو بارطاجي خويا، وكما قال لك دير في حسابك بغايا باللي غادي نفسك تحاسبك يوم القيامه، نفسك تحاسبك يوم القيامه وكون تشوف هذه المعلومه وما تشاركهاش وما توصلهاش لاكبر عدد من الناس. خوتي حذاري ثم حذاري ثم حذاري من اللحوم المستورده واللحوم المصطنعه في المخابر. البارح كنت نتعشى مريح في امان الله حتى نبقى نشوف في ذاك النهار ولا ما على باليش قاش هذيك القناه باللي راهم غاديين يجيبوا اللحوم من اوروبا ومن امريكا اللاتينيه، غادي يجيبوا الدفعه الاولى حسب الاولى غادي تجي من اوروبا، والشحنه الزاوجه غادي تجينا من امريكا اللاتينيه من البرازيل، راهم يخدموها في البرازيل هذه اللحوم المصطنعه اخوتي. بلا ما نهضر لكم وبلا ما نقول شراه جاي معاها، وراني غير قارع، كنت غير قارع وين توصل هذه المعلومه وين لالجيري تخطي هذه الخطوه باش تجيب اللحوم. حذاري غادي يزيروا علينا السوق ويرفعوا اسعار تاع اللحوم ويبقوا يسموا في الدجاج وفي الغنم وكاع غير باش يكملوا معاهم ونولوا كيما نقولوا نولوا نستهلكوا غير اللحوم مصطنعة في المخابر، غير اللحوم نولي غير استيراد، نولي غير استيراد استيراد تاع اللحوم. حذاري خوتي حذاري، الدعوة ما راهيش تعجب، حذاري الدعوة ما راهيش تعجب. وبلا ما غادي نهضر في التفاصيل، راكم تعرفوا أي حاجة غادي تجينا من برا، وهضرت في الفيديو تاعي نهار اللي كنت نهضر ونقول ما تاكلوا حتى حاجة معلبة وما تاكلوا حتى لحم جاي من برا وما ديروا حتى لا ما فيه حتى حاجة، ما كنتش نكذب وما كنتش نزعق وما كنتش نتبهلل.